تم ذلك أبلغت موظفي بأنه من الأفضل ما دام في تجمع أن يأتي هو وعائلته إلى عمان، لكنه أبلغني قال ما في لزوم لهذا الشيء، لأنه التجمع السابق أجوا تجمعوا برا يعني خارج المشروع وذهبوا ولم يتعرضوا لنا بشيء، لكني أنا سأبقى داخل الفيلا وأسكر على نفسي ولن أعرض نفسي لهم. تركت الأمر يعني الخيار له، تركته له. يوم الجمعة حصل بعد بخطبة الجمعة تحريض من إمام المسجد، للمصلين وطلب منهم بعد الصلاة التوجه للاعتصام أمام المشروع. بعد الصلاة حضر أمام الفيلا والمشروع ما يقارب 250 إلى 300 شخص، يتقدمهم الإمام والدكتور البطوش والمعايطة، وهم يعني هذول الأشخاص المحرضين. وتم خطاب أمام المشروع، ومن ثم أخذ الدكتور البطوش الكلام بالسماعة وتم الكلام إلى الحضور وتحريضهم على المشروع، وطلبوا منهم حرق المشروع. وأعتقد أنه كان مرتب ذلك، حيث أن بعض الشباب أو الأشخاص قفزوا من فوق سور الفيلا، دخلوا إلى ساحة الفيلا، ومن ثم إلى مدخل الفيلا، وخلعوا الباب. موظفي وعائلته لما رأوا أنهم بخلعوا الباب تركوا الطابق الأرضي وصعدوا إلى الطابق العلوي. الفيلا طبعا هي بتتكون من ثلاث طوابق، صعدوا إلى الطابق العلوي. المذكورين دخلوا وبدأوا العبث في محتويات الفيلا، وكان هناك بعض مبالغ نقدية تم كان تحصيلها من المجموعات السياحية خاصة بالمكتب، تقريبا المبلغ 33,000 دولار أخذوه يعني تم سرقته، وفي مبالغ بالروبية الهندية كان إكراميات للموظف يعني تعادل 4-5 آلاف دينار، ومصاغ زوجته ذهب يعادل 20,000 دينار تم سرقتهم. وقاموا بسرقة ما يمكن حمله، وبعد ذلك أشعلوا النار بالفيلا. أنا في ذلك الحين لم يكن معي خبر، وكنت متوجه، كنت في المطار داخل المطار مسافرا إلى دبي، حيث كنت مشارك مع هيئة تنشيط السياحة في عمل ترويج سياحي في دبي، وتم الاتصال بي من قبل الموظف الهندي، أبلغني بما تم وطلب مني أن نجده لأن أولاده سوف يموتوا اختناقا من الدخان. وحيث أنني كنت مسافر لا يدركني الوقت، قمت بالاتصال بصديق لي وهو مخلد عارف المجالي، وطلبت منه الاتصال بالجهات الرسمية وخاصة عطوفة المحافظ الكرك، وقام مشكورا بذلك واتصل بعطوفة المحافظ وطلب منه على الأقل إنقاذ العائلة، وقام مشكورا بإرسال أو بالعمل على إرسال الشرطة والمطافئ، وقامت المطافئ بإنزال العائلة بالسلم الخاص بهم من الطابق العلوي،
ونقلهم بسيارة الشرطة إلى مركز الشرطة في نفس المزار، ومن ثم تولى ابني بإرسال سيارة ونقلهم من المزار إلى إحدى الفنادق في العاصمة عمان. هذا ما تم في ذلك اليوم، وقام ابني باليوم التالي بالذهاب إلى المزار وتسجيل شكوى في المغفر للمتابعة بها، لكن للأسف الشديد الجهات القضائية في الكرك لم تعطي الأمر أهمية كافية، وبقي الموضوع لمدة شهرين لم يقوموا بأي عمل، على الرغم من تقديم كشف بأسماء بعض المخربين الذين داهموا الفيلا والذين سرقوا محتوياتها وأشعلوا الحرائق، الذي تمكننا معرفتهم وسلمناهم أيضا سي دي لتصوير ما تم وإظهار المحرضين وإظهار الحريق. ومن ثم بعدها رأينا أن المحكمة بالكرك لن تجيب نتيجة، فطلبت من المحامين أن يقوموا بالعمل على نقل المحكمة إلى عمان، لأنه يتعذر علينا نحن شخصيا أصحاب المشروع أنا وابني أن نذهب إلى الكرك أمامهم، لأنه ذلك يشكل خطر علينا. وتم نقل القضية إلى عمان إلى محكمة أمن الدولة في عمان، وتصادف نقلها مع بداية شهر رمضان والعطلة القضائية، ولن يتم إعادة التحقيق بها إلا في بداية هذا الشهر، والأمر متروك بيد القضاء. هذه مشكلة بما يتعلق بالمشروع، والمشروع حاليا معطل، معلق العمل فيه، والفيلا محروقة ولا تصلح لأي شيء، والضرر الذي أصابنا ضرر آخر غير الضرر الذي أصابنا بالمشروع، حيث أصابنا الضرر بالعمل نفسه، فإحنا كقطاع سياحي نعاني مما يحصل في دول الجوار وانحسار عدد السياح القادمين إلى البلد. لكن قامت الدولة وللأسف الشديد بإبلاغنا عن طريق تعميم، عن طريق جمعية وكلاء السياحة والسفر، بتوقيف بعدم إرسال المجاميع السياحية إلى المزار الجنوبي، ولم يتم النظر في القضية أمام محكمة أمن الدولة إلا بداية هذا الشهر. وكما أبلغني المحامي بأنهم طلبوا مهلة لعمل صلح معنا، والمحكمة أعطتهم فرصة للاتصال بنا وعمل الصلح، إلا أنهم لم يراجعوني ولم يراجعوا المحامي تاعي. والآن المحامي أبلغ المحكمة بأنهم لم